الخير عليكم، كنتمنى لكم تكونوا بخير. لا فيديو ديال ايت راديو دارت ان غران بوز باسكو دات على واحد لو بوين كي ا توشي لا سونسيبيليتي دو بوكو دو ماروكين دو ماروكان. قال لك الناس بالنسبه لواحد الفئه من المجتمع اللي تصدموا من الورقه ديال لو كونطرا اللي كيدار مع الزواج او قبل الزواج. قال لك المغاربه والمغربيات هذاك الشيء غير تخربيق، بوان كيدل على الخيوبه وقله النيه اللي غتقدر ممكن تكون في المراه، باسكو الراجل عمره ما غادي يطلب هذا لو كونطرا من العائلات اللي غادي يطلبوه، مع العلم ان الرجل حتى هو عنده الحق يحط شروطه في هذاك لو كونطرا. زعما كنتاسف لقله النيه ديالكم والكلخ ديال بعض الاشخاص، لان هذا هو الكلمه. مني القانون كينصف الحق ديال المراه وديال ولادها وميتون هذاك لو كونطرا قبل الزواج، وبهذاك الكونطرا كتحافظي على حقوقك، لان كل كان الزواج ديما زوين، منين جات هاد نسبه الطلاق اللي كتخلع؟ منين جاو هاد العيالات اللي مكرفسين مطلقات؟ منين جاو دوك الدراري اللي بلا باوات؟ منين من هادوك ولاد الناس اللي دابا كيكتبوا الزواج خاص الواحد يدير فيه النيه، وخاص الواحد يكون ناوي على انه غيبني اسره وغادي تهلا في مرتو؟ ومنين نتوما تبارك الله عليكم هاد القيامه اللي نايضه من البارح لليوم؟ منين نتوما زوينين بحال هكا؟ شكون اللي متكرفس على هاد البنات ديال دابا؟ شكون اللي متكرفس على الدراري؟ شكون اللي مخرج ليه النفقات ديال جوج دريال والدراري مكرفسين والعيالات مكرفسين باش كيقدروا يهزوا ديورهم وولادهم؟ حيتاش ما قبلوش على الدل، حيتاش ما قبلوش على التكرفيس، حيتاش ما قبلوش على بزاف الحوايج سلبيه. انا على اساس داكشي اللي قريت والميساجات اللي وصلوني ديال بنادم مشوكي من الهضره اللي قلت، خاصكم تكونوا ما شاء الله عليكم الشعب جد صالح وكيتهلا في المراه و ما فيش هذوك النقاط اللي كنضل نهضر عليهم وما كيتكرفصوش على على من كتضحكوا الدراري اللي مصيفطين اللي كاتبين في لي جروب جرائد ديال المعيور، على من كتفلاو؟ انا ما قلتش غير على الثروه، حتى يكون عندكم شي واحد بعدا هذاك اللي عنده الثروه ما كيهضرش كاع في هذا الموضوع، عارف ما ليه وما ليه، ما غيتكرفش على المراه طلقها وما غيتكرفش على ولادو. راه كنعرف انا هذوك اللي كنهضروا عليهم كي سون تري ريش كيهز باريزه في هالحوايج وكيخلي الدراري ومرتو مهانين وكيعاود حياته في جهه اخرى وعارف اش خاصو يدير، لان مالوغوزمون الحياه ما فيهاش دوك جوج كلمات اللي كتقول فيها العنايه وفيها الحب وفيها الاحترام، ولكن فيها حتى العنايه الماديه. فوايي بيت ما كيتحلش بزيرو ديغام، كيتحل بالمسؤوليه، بحس انك تقضى لدارك وتجيب، ماشي ماشي تمرمد معاك المرات، تمرمد معاك الدراري وانت في الوسط كريحهم اكوتي ولا معلم الله اش كدير بهم في الزنقه. اللي عنده نيه بصح نيه صالحه كيجلس مع المراه كيف ما قلت لكم وكيقولها اياها بنت الناس، نفترضوا توقع شي حاجه ولا ما نتفاهموش، نضمن لك حق. وحتى الراجل من حقه يكسب الشروط اللي باغي من المراه، سوبوزون شراو بجوج شي ارض انه كياخذ هذاك الشيء ديالو. الامور خصها تكون واضحه دي ديبي، اما ديك الهضره ديال البنات ما تقعدوا من القلبه بركه، ما تضحكوا على رؤوسكم. الدريات عندكم 18 و19 عام وحتى اكثر، والحلم الواحد امتى غتزوجي بالحب ديالك وديري العرس وانت ما عارفه اش تابعك، ما كتعرفيش ميم با مزيان، ما عارفه لا كيفاش غادي تفهموا في الحياه ديال كل نهار، كتبقاو تعيشوا في عالم الاحلام حتى وكتكتشفوا شي حوايج اخرى اللي نتوما كاع ما كنتو كتخيلوها، وديك الساعه كدات تبكي وهانتوما في لا ديبرسيون وانتوما في المشاكل. فين هو فين هو المشكل الى دخلتوا على وضوح تام في المسائل كامله؟ في المسائل الماديه، لان الزواج واقف بزاف على المسائل بغيتو ولا كرهتو، والمصيبه الكبيره هي ملي ما كتكونش البنت خدامه، هذاك هو اكبر مشكل. البنات اللي ما خداماتش، الا كنتي غتزوجي وما درتيش داك الكونطرا غا عولي على راسك قفرتيها، لان الراجل ملي كتزوجي به كتبان واحد الحقيقه اللي هي الحياه اليوميه مع داك السيد اللي انتي كتعرفيه شويه زوين على برا، الحكلمات الحلوه. من بعد ملي كطولي ملي كدوزي في المعمعة عاد الزواج كتولي شويه المروره، وكيوليو المشاكل ديال الحياه الزوجيه. واذا ما كنتيش شاده الامور من الزمام ديالها من الاول بان كونطرا، كيكون غيحترم راسو بجد وغيفكر فوق ما يدير بصلاح، الا درت هادي راه السيده غنطلقو وعندها حقوقها وما غتعقلش عليا، لان كيضمن بركة من ديك الهضره ديال والو حشومه، باقي مازال ما بغيتو تفيقوا، مازال ما بغيتوش تفهموا. كنقول لكم واش القانون قال لكم ديروها وانتم ما بغيتوش ديروها؟ وما تبقاش تبكيو ملي تطلقوا بجوج دريال وتكرفوا تطيحوا للزناقي. وبالنسبه للرجال اللي عيروني، كل كانت اللي نيته نقيه بصح نيت، نعاود نقول لكم ما فيهاش غير المسائل الماديه، سي امبورطون المسائل الماديه سورتو الا كانوا عيالات ما خدامينش.
وما تبقاوش تمنعوا عيالاتكم يبقاو بلا خدمه، ماشي انت تتزوج بها خدامه حقا جلسي ما تخدميش. يا سلام، وخويا سعيد وحده ما خداماش وعوال على راسها، غدوز على الدكاكه وغتديرها تحت الصباط، وانت غتهضر وما تدويش حيتاش انت اللي كتجيب الميمي. داكو، اختار وحده على يديك. داكو، وياكم البنات تسمحوا في خدمتكم، راه هي اللي دير لكم الشان، وهي اللي دير عليكم، تهز عليكم الضغط ديال الحياه. ممكن كل شيء يبقى غادي بخير، سي تري تري بيان. ادو توت لي مانيير خاص العوين في الحياه الزوجيه، ادو وحده ما كتصفقش، ولكن باش تكوني صحه سلامه، صالح داخلك، عندك واحد الحريه ماديه، تهلاي في راسك، تهلاي في والديك، تعاوني معاه على الزمان، وتنوضي تجلسي حبا باسكو قالت لنا مرتي ما بغاش تخدم. خويا سير تجوج وحده ما خداماش على باز على يدك. بالنسبه للبنات اللي ما خدامينش ولا مجوجين والرجال مانعين عليهم الخدمه، خويا بالنسبه لدوك اللي موفر لمرته كل شيء، راه واخا تكون موفر لمرته كل شيء، المراه محتاجه انها تتحرك. المراه اللي ما كتعطيش شي انتاج في حياتها زوين، شي باسيون، شي خياط لها فيها، ما كتخلق الا واحد المخلوقه تعيسه نقاره غليظه ما مهلياش فراسها، لان كيجيها الملل في الحياه. المرأة خاصها تكون كدير شي حاجه كل نهار كتلاها فيها باش ما تمحنكش، حتى هي يكون عندها ان ستيل دو في، يكون عندها مواعيد ديالها. دو توت لي مانيير، انا بالنسبه لي الراجل ما كيخليش مرته تخدم، راسو عامر دغول وعامر تحرميت، باسكو كيقول في الزنقه غيشوفوها الرجال، غتخدم مع الرجاله، غتبدل، غدير ما كاين. وصافي الرجال راه بيكم وبينا، باش الدنيا غتبدل، باش المغرب غيزيد للقدام، باش اون فابوفوار ايفولي، وتبان علينا شويه الشمس في هاد البلاد. ما تبقاوش تخشيو الدين في هادشي، راه الدين في القلب، ما تهضروش عليا انا، ما تبقاوش تهضروا عليا انا كنهضر اون جينيرال. ربي واحد ان كوبل كي كونستروي كيلكو شوز، كل واحد عنده خديمته، عنده المسائل اللي ملاهي فيها، ملي كتدخل الدار كتلاقى مريتك وعندكم وليداتكم، عندكم العوين في الدار، كتكونوا مكونين واحد الحاجه ايكيليبري. وبالنسبه مالوغوزمون لواحد لو بوين كي امبورطون بالنسبه لي، المعيور اللي كنقرا، مي حشومه وعار عليكم، باقيين في 2018 كتكتبوا بهذيك الطريقه، زعما اون تافو واو، هذاك الشيء لا يدل الا على الفكر المسخ والقلب الكحل والفم الخانز اللي عندكم. انا ما كاين عير حد، ما كنكتب دي كومونتير في الهضره ناقصه ولا من الصمت لتحت، حشومه وعار عليكم الا كانوا مربينكم شي ناس تكونوا كتكتبوا بديك الطريقه. وانا غير كنهضر في لا لوجيك، وضرباني النفس على العيالات، وضرباني حتى النفس على هاد السيتواسيون اللي حنا عايشين فيها اليوم. خاصكم تعرفوا بان ملي كنقرا داك الشيء، اولا كاين اللي كيضحكني تيلمون فوزيت نول، و فوزيت نول. واش بالنسبه لهادو الناس اللي كيعايروا، كتظنوا اون سكوند بان داكشي اللي كيكتبوا كيقيسني او كيضرني؟ من نيتكم عاد كنزيد كنتاكد من الهضره اللي كنقول، الله يعفو عليكم. وبالنسبه للمهنه ديالي وديك الهضره الشيخه، حتى هي غتولي تعطينا النصائح، شيخه وراقصه، غتعطيكم اون ايدي على ان شونجمون. اللي بغى ياخذو ياخذو، واللي بغى يستافد منه بسم الله، واللي ما بغاش انا ما قلتش لكم تفرجوا فيا، وما كنصيفطش لكم لي فيديو من لو كونط ديالي باش تفرجوا فيها بزز منكم. عطاو احترموا ريوسكم، ما تفرجوش فيا تو سامبلومون. انا ما فهمتش هاد السكيزوفرينيا اللي باقا عندكم، حشومه. رحنا كنكونوا شعب غادي غنبداو نهزو بعضياتنا، ماشي كنهرسوا في بعضياتنا وكندلوا في بعضياتنا. حشومه يشوفنا البراني كيفاش كتهضروا على بنت البلاد، وانا كنقول غير لا لوجيك. وبالنسبه لديك الهضره ديالكم كانت ناجحه في حياتها، كوني هذيك اللي دايره جواز زواج زعما غيوسي، هي تعطينا النصائح، هذيك اللي دايره زواج غيوسي وما كتهضرش، عرفوا ديك اللي دازه على الدكاكه مزيان، وما يمكنش لا تعطيكم اونيتي باسكو ما مجرباش. راجل واحد اكسبيريونس وحده، تجربه وحده، باش اش بغيتو تقول لكم؟ كيفاش بغيتو تقول لكم هادشي اللي كنقول لكم انا وهي؟ من نهار تجوجات كتعذب بوغ غيوسيغ زعما الحياه الزوجيه، وعلم الله اش واقع من مورا باب الدار ديال دارها. اش كيبان لكم نتوما ناجحه في زواجها؟ علم بهم الله في ديك الدار اش واقع، وانتوما خاصكم هذيك ليماج اكستيريور، ليماج الحقيقيه اللي كنعطيكم انا فاس، وانتوما ما دايزاش ليكم، حيتاش الحقيقه اللي كنقول هي اللي كاينه.